أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنت إن شئت يا رب العالمين تجعله صعبا سهلا. بإذن الله رب العالمين سوف نبدأ في حل وشرح منهج 2019-2020، والله هو الموفق، ونعتذر على التأخير في هذا العام نظرا لظروف أسرية، فأرجو المعذرة، وإن شاء الله نرجو منكم الدعوات والدعم حتى يتم التشجيع. فبإذن الله سوف نحل في هذا التمرين تمارين على الزاوية النسب المثلثية للزاوية الحادة. وقبل أن نحل التمرين نبدأ بالشرح بإذن الله. في النسب المثلثية للزاوية الحادة، النسب المثلثية للزاوية الحادة طبعا بيشترط، علشان اشتغل هذا الدرس لازم يشترط عندي ان يكون النسب الزاوية اللي انا هشتغل عليها تكون زاوية حادة، اولا تكون زاوية حادة، ثانيا ان تكون ضمن مثلث قائم الزاوية. لازم يكون عندي مثلث قائم الزاوية الف باء جيم زي ما احنا شايفين، او اي اسماء، لابد ان يكون المثلث قائم الزاوية. في هذا المثلث ألف باء جيم بنجد ان الزاوية الحادة اللي هنتكلم عليها وليكن الزاوية جيم المقابل لها اللي هو ألف باء اللي قبلها، شايف الزاوية آية جيم المقابل اللي هو قبلها ألف باء، المجاور لها اللي هو جنبها بيشترك معها في نفس الحرف اللي هو باء جيم، يعني هي الزاوية جيم يبقى جيم باء هو المجاور، أما المقابل لا يشترك معها في اسم الزاوية. الوتر ايضا بيشترك في اسم الزاويه، يبقى اللي بيشتركوا في الحرف اللي هو بيتسمي به الزاويه هو المجاور والوتر، اللي هو الوتر ا ج والمجاور ب ج، اما المقابل ا ب. طيب هذه نسب مثلثيه ثابته اللي هي جا ج، جا ج اللي هي اسمها ساين اهي على الاله الحاسبه، اهي الاله الحاسبه عندي اهي، شوف هنا بنجد اهو شايف ساين اهي، الساين اللي هو ده اهو، تتك عليه كده يكتب لك ساين، دي اسمه الساين اللي هي الجا. الجا بتساوي ايه؟ المقابل على الوتر، المقابل اللي هو الف باء على الف جيم. طيب النسبة الاخرى جتا جيم اللي هي الكوزاين، اللي هي الكوزاين دي ايات، لو اتكين عليها ايات اسمها كوزاين، كوزاين الزاوية، يبقى كوزاين اللي هي الجتا جيم اللي هي المجاور على الوتر. يبقى مبدئيا نحفظ النسب دي، الجا جيم او جا الف بتساوي المقابل على الوتر، في هذه الزاوية جيم بتساوي الف باء على الف جيم، في هذه الزاوية جتا جيم اللي هي الكوزاين بتساوي المجاور على الوتر بتساوي باء جيم على الف جيم، المجاور اللي هو باء جيم على الف جيم. الغا جيم اللي هي التان التان اهي التان دي اهي تان اللي هي الظا جيم اللي هي المقابل على المجاور بتساوي ألف باء على باء جيم، ألف باء على باء جيم. طيب ننتقل بعد كده للتقدير الستيني، قبل كده يمكن عندنا فكرة عنه، أو نقول ان التقدير الستيني هو مسمى بالنسبة لموضوع الستين دي اللي احنا شايفينها، شفت الدقيقة فيها الساعة فاستين دقيقة والدقيقة فاستين ثانية، كذلك الدرجة، انا عندي الدرجة المتجمعة حول نقطة، الزاوية المتجمعة حول نقطة، لو انت دي الضلع الابتدائي ولفينا بو كده 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 لما جينا عند نفس الضلع دي بنسميها زاوية متجمعة حول نقطة، قياسها 360 درجة، قياسها 360 درجة، كل درجة منهم بتقسم الى 60 دقيقة، كل درجة بتقسم إلى 60 دقيقة، وكل دقيقة بتقسم إلى 60 ثانية،
يبقى الدرجة 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية. طيب نشوف بقى مسألة كده، بيقول اكتب مثال واحد، اكتب الزاوية 53.64 من 100 درجة في صورة درجات ودقائق وثواني. بنجيب الآلة الحاسبة بتاعتنا واكتب 53 آلة 5 3 فاصلة، دي الفاصلة هي 5 3 فاصلة 6 4، يبقى دي اسمها 53.64 من الدرجة. عاوز احولها بقى الى دقائق ودرجات وثواني، بنضغط على الكومات ويساوي، اهي كومات يساوي كومات، يعني انت حولتها لدرجات بعد ما كانت رقم عادي بقت درجات، بقى يعني هي كانت 53.64 قبل ما نكتب كومات، كانت دي عبارة ممكن تعبر عن مثلا جنيه، مثلا تعبر عن اي شيء اخر. لما ضغطنا كومات يبقى خلاص الآلة الحاسبة عرفت انني عايز اقول لها ان دي درجة كسر، فيها كسر. لما تضغط تاني يساوي بقى بتحولها لك لايه، 53 درجة، يبقى هي دي بتساوي 53 درجة، 53 درجة 38 دقيقة و24 ثانية، ادي 38 دقيقة و24 ثانية. عاوزين برضو نعمل حاجة العكس، لو ادالك 70 درجة 48 دقيقة و15 ثانية، عاوزين نجيبها في صورة عشرية زي دي، دي كده صورة درجات ودقائق وثواني. عاوزين نحول، لو هي درجات ودقائق وثواني نحولها لصورة عشرية الشكل دي. يبقى هناخد 70، يبقى نعمل ايه بقى، نكتب 70، ادي 70 وكومات، كل لما اكتب حاجة اضغط كومات. الكومات دي بتقول يعني الآلة الحاسبة ديت درجات، 48 بعدها 48 وكومات، يعني دي درجة دقيقة و15 ثانية كده. اي كتبتها زي ما هي قدامي، يعني 70 48 15 ثانية بالشكل ده، وبعد كده نضغط كومات. خلاص احنا ضغطنا كومات مرة، نقول يساوي، ويساوي ندى نقوله كومات تاني، خلاص حولها تبقى 70.70 و80. لو هو بيقول لك قرب لأقرب رقمين 20، يبقى الأربعة مش هتتقرب لأنها أقل من الخمسة، يبقى هتبقى 80. لو هيقول لك قرب إلى أقرب رقمين 20، لو أقرب تبع ما يقول لك قرب بتقرب، هنقرب لأقرب رقمين هتبقى 80 من 100، 80 70 و80 من 100 درجة، يعني دي لسه ما حصلتش درجة. طبعا الفصل من 100 يبقى لازم الكسر ده عشان أحوله لدرجة لازم يقفل ال 100، لازم ديت تبقى 100، مش تقول لي لو دي بقت 60 نحولها لدرجة، لا ده هي لو بالشكل ده، لو هنا بقت 60 او لو دي بقت 61 بتبقى هنا 1 ونحولها لدرجة. يعني مثلا مثال 3 اهو، احنا اخدنا 40 درجة 62 دقيقة 71 ثانية بتساوي، هنحول الثواني ديت نشيل 60 يبقى باقي 11 ثانية، و60 اللي هتطلع من هنا هتيجي هنا بدقيقة واحدة، يبقى بقى 63 دقيقة و40 درجة. نحول بعد كده الثانية زي ما هي أقل من 60، أما دي 63 أعلى من 60، يبقى ب 3 درجة، دي ثانية دي درجة دي دقيقة 3 دقائق، والدرجة من هنا بتبقى 41 درجة. ننتقل بعد كده للأسئلة. في السؤال الأول بيقول أكمل ما يأتي،
عاوزين نكتب ده نحوله بالدرجات. طبعا هنحوله بالدرجات، بنجيب الآلة الحاسب بتاعتنا اهيت، ونمسح اللي عليها، نمسح اللي عليها بي سي اي سي دهيت خلاص، ونكتب 58، ادي 58 كومات، و 38، 38 كومات، و 8 كومات، يعني 8 ثواني. ده بيساوي درجات، بيساوي ايه؟ يساوي وكومات بتديني 58، والخمسة دي هتتقرب للثلاثة تبقى 61، يبقى ديت ب58 اهي، عشان هتروح 58 درجة و 64 دقيقة، 64 من 100، يبقى 64 من 100 و 8 58. يبقى احنا اخطأنا، هي 85 احنا عملناها 58، ما يبقى نعيدها تاني. هتبقى 85 كومات و 38، ادي 38 كومات و 8 كومات يساوي كومات، يبقى 85 85 64. طيب عايزين نحاول دي للعكس، يلا اعملها، يلا تعرفينها بقى خلاص. 56 فاصلة، ادي 56 فاصلة 1 و 8، يعني 56 و 18 كومات يساوي، بتدي 56 و10 و48، يبقى دي 48 10 56، دي درجة دقيقة ثانية. أي تانية يب. ننتقل بعد ذلك للسؤال الآخر. السؤال رقم 3، يقول في الشكل المقابل في الشكل المقابل هو دوت س ص ع، مثلث قائم الزاوية في ص، قائم الزاوية هنا في ص، فيه س ص بتساوي 8 سنتي و س ع ب 17 سنتي، فإن ج س بكام؟ يلا نشوف ج س، أدي الس ن، الجا مقابل على وتر. طب أنا معرفش المقابل، يبقى أنا عايز أحسب المقابل. عشان أحسب المقابل بنجيبه بإيه؟ المقابل هو ص ع مجهول، يبقى نحسبه بمين؟ أيوه، نظرية فيثاغورس بتقول إيه؟ المجهول اللي هو احد اضلاع القائمه، يبقى ص ع بتساوي الجذر التربيعي لمربع الوتر ناقص مربع الضلع الاخر. مربع الوتر اللي هو 17 تربيع ناقص 8 تربيع، وديت بدل ما تربع وتضرب ممكن تحللها في داخل الجذر بتحليل فرق من مربعين، يبقى 17 ناقص 8 في 17 زائد 8 بتساوي جذر التربيعي 17 ناقص 8 ب 9 في 17 8 25، ال 9 جذرها 3، ال 25 جذرها 5، يبقى كده انا ايه ما دخلتش في جدول ضرب كبير علشان انا معلوماتي صغيره، يبقى بشتغل ايه شغل على السريع كده. عاوز اشتغل بالحسبه، يبقى ربع واطرح وربع وطلع، يبقى 3 في 5 ب 15 هتديك في النهايه 15، يبقى اذا ص ع بيساوي 15 سنتيمتر. طالما جبت ده صح يبقى انا اقدر اشتغل بقى النسب بتاعتي. عاوز اجيب ج س، ادي الس اهي، الجا بتساوي مقابل على وتر، يبقى بتساوي 15 على 17،
المقابل قيمته بكام؟ ب15. الوتر قيمته بكام؟ ب17. طيب جاء عين، العين المقابل بتاعتها 8، والوتر الجا مقابل على وتر، يبقى 8 على 17. الجتا سين، جتا سين، ادي السين الجتا مجاور على وتر، المجاور 8 على 17. جتا عين المجاور برضو على الوتر، يبقى 15 على 17، 15 على 17. الظا سين، ظا سين، ادي السين اهي، الظا بتساوي مقابل على وتر، مقابل على مجاور، مقابل على مجاور، يبقى 15 على 8. الظا عين، العين الظا برضو مقابل على مجاور، يبقى 8 على 15. طيب قبل ما ننتقل من هذا السؤال، عاوزين نوصل لحاجة، عايزين نقارن كده ما بين، لو انا ضربت الجا سين، ايه العلاقة بين الجا سين والجتا سين؟ هنا جاء 17 وهنا 17، الجا سين والجتا عين، الجا سين والجتا عين، شايف السين اهي، دي الجا لا، والعين مقابله الزاويه الثانيه الجتا لا، الاثنين بيساووا بعض، الجا هنا بتساوي جتا هنا، والعكس الجا هنا بتساوي الجتا هنا، جا عين وجتا عين، جتا سين، جا عين وجتا سين، الاثنين زي بعض، الجا بتساوي الجتا، يبقى لو عندي مثلث حد الزوايا، حد قائم الزاوية في زاويتين حدتين، يبقى جاء أحدهما ولتكن جا سين هتساوي جتا عين اللي هي التانية، والعكس الجتا عين بتساوي ايه؟ الجا سين التانية، جاء الزاوية سين بتساوي جتا عين، جتا جا سين عين بتساوي جتا سين. طيب تعالى كده نربع الجا سين نربعها ونربع الجا الجا عين، نربع الجا سين والجتا سين، ربع الجا سين والجتا سين ونجمعهم، هيبقى جا تربيع سين زائد جتا تربيع سين بتساوي 225 على 17 تربيع، زائد 8 في 8 64 على 17 تربيع بتساوي 9 و 8 2 اللي هي 17 تربيع، 17 ايه تربيع، دي هي دي، لو ربعها 17 289، يبقى جا تربيع س زائد جتا تربيع س بتساوي 1، ده اللي عايز اوصله لك اهو. طيب ننتقل للسؤال بعد كده، وبعد كده نوصل لشويه قواعد اخرى نعرفها. في الشكل المقابل ا ب ج مثلث قائم الزاويه في ب، ا ب ج ده مثلث قائم الزاويه في ب، ايه اللي فيه تاني؟ عندي 3 هنا و5 وده مجهول، طبعا عرفنا هنجيب ده بنظريه فيثاغورس.
يبقى دي السؤال الرابع. الشكل ده 3 ده 5، دي هنحسبها بنظرية فيثاغورس هيطلع ده 4. طيب ده بره ألف باء جيم كام، ألف باء بثلاثة، ألف جيم بخمس، فإن جا جيم في جتا جيم، جا جيم أدي الجيم أهي، الجا بتاعتها أهي مقابل على وتر، يبقى تلاتة على خمسة في الجتا جيم، أدي الجيم الجتا بتاعتها تلاتة، الجتا الأربعة المجاور، الجتا للجيم مجاور على وتر أربعة على خمسة. تاني الجا مقابل على وتر، الجتا مجاور على وتر، يبقى تلاتة على خمسة في أربعة على خمسة بيساوي ايه الكلام ده؟ تلاتة في أربعة باتناشر على خمسة وعشرين، دي الجا والجتا. السؤال الخامس، في الشكل المقابل باء جيم، باء جيم على جا على ألف جيم بتساوي جتا مين؟ ها أدي الجتا، هو بيتكلم على مين؟ على الجتا، يبقى الباء جيم هو الوتر، هو المجاور، باء جيم لما قال لك إنها جتا يبقى أنا أعرف إن دي إيه، لما يقول لي إنها جتا يبقى أنا عارف إن باء جيم ده مجاور. طب مين الباء جيم أهوت؟ ده مجاور لمين؟ الباء جيم مجاورة للزاوية جيم، يبقى دي جتا جيم بتساوي جا دي جتا جيم، لأن ده مجاور للزاوية، يبقى هي دي الزاوية المطلوبة، لأن باء جيم مجاور، يبقى الزاوية جيم مش ألف، أما ألف جيم ده وتر. سؤال بعد كده، السؤال السادس، في الشكل المقابل في الشكل ده خمسة خمسة ستة، ده جاي من الرأس عمودي على القاعدة، عمودي على القاعدة، جاي من الرأس وعمودي على القاعدة، عاوز جتا باء، جتا باء. طيب أنا عشان أجيب جتا باء ديت يبقى أنا عايز مين؟ مجاور ووتر. طيب ده ستة، ده خمسة، وده خمسة، يعني ده مثلث نوع إيه؟ متساوي الساقين. طيب يبقى إذا العمود على القاعدة بيعمل إيه فيها؟ قلناها في تاني إعدادي، ها جاي من رأس المثلث المتساوي الساقين عمود على القاعدة، بينصف مين؟ القاعدة، ينصف زاوية الرأس وينصف القاعدة، تمام. طيب القاعدة بستة يبقى نصها بتلاتة، يبقى أنا عندي جتا باء، أدي الباء أهي، الجتا مجاور على وتر بتساوي تلاتة على خمسة. ننتقل لي بعد كده السؤال في الصفحة الأخرى، اختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة، لأي زاوية حد ألف يكون ظا ألف بتساوي الظا ألف، الظا أي زاوية حادة في مثلث قائم الزاوية، أدا مثلث قائم الزاوية اهوت، لو دي ألف أهي، يبقى ظا ألف بتساوي إيه؟ مقابل على مجاور، مقابل على مجاور. طيب الجا بتساوي مقابل على مجاور، على الجتا بتساوي الجا مقابل على وتر، الجا مقابل على وتر، لو قلنا جا على جتا، جا على جتا، الجتا جا على جتا بتساوي مقابل على وتر على مجاور على وتر. طيب بتبقى دي ثابته زي ما هي وبنقلب دي، يبقى مقابل على وتر في وتر على مجاور،
وتر على مجاور. شيل وتر مع وتر يبقى باقي مقابل على مجاور، يبقى الظا ج بتساوي مقابل على مجاور، هي اصلا كده مقابل على مجاور. مين اللي هو مقابل على مجاور؟ اللي هي ادت من مين؟ من جا على جتا. يبقى نعرفها دي بقى قاعده ثابته، الظا الف بتساوي ده هي بالتحديد جا الف على جتا الف. خلاص دي دائما ثابته في اي مكان وفي اي وقت، الظا بتساوي جا على جتا. طب اذا كانت س والص قياسي زاويتين، خلي بالكوا دي امتحانات، مسائل امتحانات، يعني كنا بنحل مسائل زي دي في اول التمرين كده، يبقى احنا ممتازين جدا. اذا كانت س والص قياسي زاويتين متتمتين وكان جا س بتساوي 3 على 5 فان الزاويتين متتمتين، يعني قياسهم كم درجه؟ بتساوي كام؟ ايوه 90 درجه. يبقى س زائد ص بتساوي 90 درجه. وكان جا س بتساوي 3 على 5 فإن جتا ص، احنا قلنا قبل كده ان جا س والجتا ص ايوه بتساوي بعض لو الزاويتين في مثلث قائم الزاوية، يبقى جتا ص بتساوي 3 على 5 اللي هي دي اللي هي بتساوي جا س، لسه قايلينها في المسألة اللي فاتت. ننتقل بعد كده الجزء الثالث والرابع. لي زاويتين حادتين ألف وباء إذا كان جا ألف بتساوي جتاء باء، ها فإن الزاويتين مجموعهم كام؟ هي نفس السؤال اللي فات بس معكوس، يبقى قياس ألف زائد قياس باء متتمتين يعني 90 درجة. طيب إذا كانت جا 70 بتساوي جتاء س، خلي بالك نفسها برضه، اي جا الف بتساوي جتا ايه باء، جا 70 بتساوي جتا س حيث س قياس زاويه حاده، فان س بكام؟ بس هو هنا هون كان المفروض هو طالما قال كده يبقى خلاص هما متتمتين، يبقى اذا س بتساوي كام؟ اللي يكمل ال 70 ل 90 تبقى كام؟ 20. يبقى س بتساوي 20 لان زاويتين طالما الجا فيهم بتساوي الجتا يبقى الاثنين متتمتين، يبقى لو واحده 70 تبقى الثانيه 20. في المثلث ا ب ج اذا كان قياس زاويه ا ب 85، يعني عندي مثلث ا ب ج قياس زاويه ا دي ب 85 وفي جا ب بتساوي جتا ب، الجا ب بتساوي جتا ب، المعلومة ديت لسه ما اتشرحتش ولكن هقول لكم عليها. متى تكون جا باء بتساوي جتا باء؟ دي في المثلث في النسب المثلثية لبعض الزوايا الخاصة. الكلام ده ما بيتحققش إلا إذا كانت الزاوية باء بتساوي 45 درجة. لأن جا باء اللي هي جا 45 بتساوي 1 على جذر 2 وجتا 45 برضه بتساوي 1 على جذر 2. وبالتالي يبقى جا باء بتساوي جتا باء في الحالة إن باء بتساوي 45 درجة. طيب وهنا قياس أ بتساوي 85، يبقى قياس ج بكام؟ يبقى أجمع أ وباء واطرحهم من 180، أ وباء مجموعهم ب 130، لو جمعناهم هيديني 130، أطرحهم من 180 هيبقى باقي كام؟ 50 درجة. تمام دي. في المثلث أ بقى ج قائم الزاوية في باء يكون ج أ، مثلث قائم الزاوية في مين؟ في باء، يكون جا ألف زائد جتا جيم بتساوي إيه؟ عندي مثلث قائم الزاوية في باء، يبقى إذا في جا ألف زائد جا جتا جيم، شوف كده بقى جا ألف هو قائم في باء، طب جا ألف بتساوي إيه؟ مقابل، المقابل لألف هو مين؟ هذا المثلث عشان نسهل الموضوع، قائم في باء دي ألف باء جيم، جاء ألف بإيه؟ باء جيم المقابل على الوتر اللي هو ألف جيم زائد جتا جيم، هذا الجيم أهي الجتا اللي هو باء جيم، باء جيم
على ألف جيم. دي هي نفس النسبة، يعني بتساوي 2 ب جيم على ألف جيم، يعني 2. طب ب جيم على ألف جيم اللي هي مين؟ جتا جيم، وفي نفس الوقت هي مين؟ جتا جا ألف. يبقى اما ادور على جتا جيم تنفع تمشي معايا 2، لا عشان الاتنين ده، يبقى 2 جتا جيم او 2 جا ألف. فطبعا ما هناش جتا جيم، دي جتا ألف، يبقى هي 2 جا ألف. يبقى انت تنتبه، انت ممكن يمشي معاك كم حل، هي باء جيم على ألف جيم وباء جيم على ألف جيم، بتجمعهم 2 باء جيم على ألف جيم. طب باء جيم دي تمشي جا ألف او تمشي جتا جيم، يبقى هي اما 2 جا ألف اما 2 جتا جيم، هي عندي انا الاختيار ده. في المثلث ألف باء جيم القائم الزاوية في ألف، مثلث ألف باء جيم قائم فين؟ في ألف. بنرسمه بسرعة برضو ننتبه عشان برضو بس ما نروحش بعيد. ده ألف، ألف هي القائمة، ودي باء ودي جيم. يكون جيب تمام الزاوية باء جتا باء اللي هو مين؟ ألف باء على باء جيم إلى، يبقى جيب تمام الزاوية باء جتا باء اللي هو نكتبه باء ألف على باء جيم إلى. جيب الزاوية جيم، الزاوية جيم اللي هو برضو باء ألف على باء جيم، مش هي نفس النسبة، تقسمهم على بعض يديني 1، يبقى هي بتساوي ايه؟ 1. بعد كده اخر جزء في السؤال ده، في المثلث ألف دال هاء واو، نرسمه برضو، ادي دال دال هاء واو، مثلث دال هاء واو. في المثلث دال هاء واو القائم فيها، يبقى دال هاء واو. كده رسمنا. اي العلاقات التالية خطأ؟ يعني في عندي علاقات صحيحة وعلاقات خطأ. تعال نشوف ظا دال، ظا دال بتساوي مين؟ يعني نشتغل على ده على طول هنا. ظا دال، ظا دال هاء واو على دال هاء، هاء واو على دال هاء. في ظا دي ظا دال، ظا واو بقى ظا تاني، ظا دال بتساوي هاء واو على دال هاء، ظا واو بتساوي دال هاء على هاء واو، دال هاء على هاء واو. تاني ظا واو دال هاء على هاء واو، هاء واو. لو خسرنا ده مع ده في الواحد، ده مع ده في الواحد، يبقى الناتج النهائي بيساوي 1، يبقى العلاقة دي صحيحة. طيب العلاقة دال جا جيم، طبعا انا عارف ان جا الزاوية دال بتساوي جتا اللي قبلها، يبقى دي عرفناها من قبل كده. ليه؟ جا دال بتساوي هاء واو على دال واو، وجتا واو بتساوي هاء واو برضو اللي هي المجاور على دال واو، يبقى العلاقة دي كمان صحيحة. طب جتا دال، جتا دال وجا واو برضو صحيحة، هي العلاقة دي، هي دي، بس بدل الحروف. طيب جتا دال وجا هاء، دي هاء لا، دي زاوية قايمة، اما دي حادة، دول ما لهمش علاقة ببعض، يبقى دي كده هي الوحيدة اللي خطأ، وبقية العلاقات صحيحة. وان شاء الله نكمل في الفيديو التالي نحل فيه بقية المسائل. وارجو التعليقات واي طلبات اتفضلوا اطلبوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.